طيب نحن جايين لعندك ورح احكي لك كل شيء ماشي. هاي انا ومهند عم نتمشى ورح نكمل لعندك فورا. هلا بتشوفي انه رح تندمي على كل يلي قلتيه. انا واثق من حالي وبعرف منيح شو عم بحكي لك يا بنتي. لا حول ولا قوه الا بالله. السلام عليكم يا جماعه. وعليكم السلام. وعليكم السلام. مرحبا. اذكر الديب وحضر القضيب. خير انتو شو كنتوا عم تحكوا؟ لك هدول زلمه لبشير جايين زعجينه لحسن بيك. لا لا تقولها. ايه والله صار لهم كم يوم عم بيروحوا وبيجوا، ومبارح جايين لهون مكسرين لي الواجهه كلها. فعلا انه الناس من دون شرف. الحمد لله على سلامتكم. قسما بالله هدول مثل السرطان بالجسم، ما خلوا حدا بالحاره الا وزعجوه. انت خلصته للعمتهم جاني من ايدهم، الله يوفقك، خلصني منهم وساعدني الي. المشكله انا ما فيني اعمل معهم شيء. هدول بيجوا اليوم بيتصلبطوا عليكم وبكره بيتصلبطوا على غيركم، فهمت علي؟ نحن لازم نلاقي لهم حل يا ابني، عم ياخذوا قتاوي من كل المحلات بالحاره. يا خال قلت لك من هداك اليوم بالمحل تبعك انتوا لازم تشتكوا للشرطه. طول ما انتوا ساكتين لهم وما عم تشتكوا عليهم رح يضلوا يزعجوكم هيك، يعني اذا خلصتك من هدول ممكن يجي غيرهم، فهمت؟ ومشان هيك لازم تعمل شيء، انه تشتكي عليهم مثلا. شوف هاي جاري اشتكى عليهم وما طلع من امره شيء. راحوا انكروا التهمه وطلعوهم براءه ورجعوا يهددوه انه رح يقتلوا له ابنه، شو استفاد بالاخير؟ ايه خلصنا بقى، بدك تتركينا الله معك. خلصيني بقى روحي حاجه تهددي. خلص انا رح سكر. بالنسبه الي من هداك اليوم ما عاد مرقوا من قدام محلي. يا خال يعني هلا انا لازم ناوب ليل نهار بالسوق لحتى احميكم؟ هالشي ما بيزبط بنوب. بس بترجاك لا تفهمني غلط. شوفي خال شو صاير معك؟ ما في شي، زلم بشير مهاجمينه. طلع يعني ما اكتفوا بهديك القتله اللي اكلوها؟ لا اكتفوا ولا رح يكتفوا، ما رح يوقفوا لين حط لهم حد. هدول الجماعة لازم نخفيهم عن وش الأرض. اهدى شوي علي، شبك معصب؟ روح علوش روق. والله محتار شو بدي أعمل، دفعت بلاوي لصلح البلور وفوق هيك تعطيل الشغل. منيح اللي انفدت بالبلور وما عملوا لك شي لإلك. ليكو مين هاد بشير؟ ما حدا بيعرف عنه شي؟ ما عندكن علم وين مكان شغله بالضبط؟ لا والله ما بنعرفه. حاول تعرف عنه شي واتصل فيي. ماشي. بلكي إذا عرفنا منروح لعنده ومنشوف شو مشكلته ومنعرف شو بده منكن. ماشي؟ ماشي. يلا بأمان الله يحفظك. مع السلامة. الحمد لله على سلامتكم. مع السلامة. خاطرك الله معكم. يلا سلام. الله معك. ألو. ألو جميلة مرحبا. أهلي. اتصلت مشان أقول لك شغلة. أنا مو قصدي أبداً إنه أقنعك بهالحكي، بس أنا فعلاً ما كنت بعرفه لهذا سومر. ما شفته من قبل، فشو بدي يعرفني إنه هو؟ إيه ماشي. بصراحة أنا هلأ كل همي إنه مهند ما يفهم هذا الموضوع غلط، ما يفكر إنه أنا عن قصد ساويته. طالما إنكن عم تحكوا معه فممكن إنكن تخبروه هالشي؟ والله أنا لهلا ما قلت له لمهند إنه هالزلمة عم يروح ويجي على الشركة مشان ما يعصب منك، وبرأيي ما في داعي إني أقله. أولته وآخرته رح يعرف. ما بدي هالشي يتحول لمشكلة بيناتنا. أنت احكي له وفهمي القصة لو سمحتي. بس لاقي الوقت المناسب بقله، بس هلا ما في داعي نقله بنوب. طيب شكرا. أهلين. شو صار بمرسين؟ صحيح إنه قدر يحل المشكلة؟ حسب ما حكى إنه حل كل مشكلته مع فرحات. وعطاه كل المصاري، وكمان شاف سمرة وحكى هو وياها. يعني عم يحاول ينهي كل أموره القديمة، كل شي عم يسبب له مشاكل عم يحاول يشيله من راسه. وأنا واحد من يلي سببوا له مشاكل؟ والله أنا ما حكيت شي، بس يلي في شوكة بتنخزه ما هيك؟ جبهة مهند عم تزيد يوم عن يوم. عم يرن الجرس، نحكي بعدين. ماشي. ما أخلصك فيروز. مرحبا مؤيد. مرحبا. بانا موجودة هون؟ لا مو هون.
شوفي. طيب انت بتتوقع شيء انها تيجي بعد شوي؟ ما بتوقع تجي اليوم. شو الموضوع؟ انا بعتذر كتير لاني اجيت بدون ما اتصل فيك، بس الموضوع كتير ضروري وما رح اتاخر. طيب مو مشكله، تفضلي. والله وحققت احلام طفولتي. البنايات اللي كنت عم ساويها من المكعبات وانا صغير هلا عم تتحقق كلها على ارض الواقع. البناية اللي بدبي رح تكون اعلى من هي. بكره بس تروح بتشوفها. حتى عم فكر ساوي وحده ثانيه. نحن لازم نهدي اعمالنا شوي، كله عم يصير بسرعه وعجله، وهالشي ما انه لصالحنا بنوب. بصراحة بعد يلي صار مبارح توقعت انك تحكي هذا الشيء اليوم. مؤيد السبب ما؟ تقريبا هيك شيء. مفهوم. هالشيء ما بيعني انه رح نتراجع عن القرارات اللي اخذناها. امي ابدا ما انا من هذا النوع وما بتتراجع بسهولة. وما بتوقع انها رح تدير ظهرها لهيك شغل كبير كتير بسبب سرسرة ناس صغار. فلا تخاف، أنا متأكد إنه ما رح يصير أي شيء. بتمنى إنه هذا المشروع ما يوقف. شعوري عم يقلي إنه صداقتنا رح تطول كتير. ومؤيد لا تفكر إنه بريء. شو قصدك سومر؟ شوفي، الموضوع هو انه بانا مخبي عنك شغلة لازم تعرفها. وشو هي الشغلة يلي مخبيتها؟ شوف مؤيد، بعرف انه انا ما لازم اقول هالشي، بس اللي صار بيناتكم مبارح حصبني كتير. مؤيد، بدر عم بيعاملني وكأني واحدة من أملاكه، وشكلك أنت بالمستقبل هيك رح تكون كمان. هاي نهاية مؤكدة لكل شخص بده يدخل بيناتهم. فيروز لحظة، أنا ما عم بفهمك بنوب. ممكن تشرحي لي بوضوح شو يلي قصدك تقولي؟ الأرض اللي تحتنا أنا وياك يا مؤيد مو ثابتة أبدا، ونحن لازم نكون كتير حذرين. بانا شو مخبي عني؟ بانا وضع صحي أسوأ بكتير مما بتتصور أنت. أنا بعرف هالشي لأنه أبي الدكتور تبعه، ومرضه ماله جديد وهو مو مستمر. بلش معه من وقت اللي كانت بنت صغيرة، بيختفي وبيظهر وكل ماله عم يسوق. من كم سنة كانت رح تحرق بيته من ورا الأزمة اللي مروا فيها. هي بانا، لو سمحت لا تقلها أنه أنا موجودة عندك. أهلين بانا. حياتي، جهز حالك، أنا جاية أخذك لأني حابة أشوفك. وإذا بدك فينا نقعد بالبيت عندك. مؤيد. لا، برأيي أحسن أنه نقعد هون يا حبيبتي، لأنه أنا لازم أدرس شوي. طيب حبيبي، كون عندك بعد 10 دقائق. طيب عم استناكي. فيروز لحظة، أحكي لي شو هو مرضه. لا تسألني أكثر عن هذا الموضوع مؤيد، أنا اللي عندي قلت لك يا. حاول تعرف باقي الأمور منها خاطرك. وهلا معقول نفتل على كل هالمحلات لندور عليهم؟ شو بيعرفني؟ شايف عندي خبرة بهالموضوع؟ قالوا لي هون واجينا ندور. شو رأيك نكتب على الحيط بشير لا تزعج حارتنا أحسن لك، ومنحط اسمنا تحتها وخليه هو يدور. طيب خلينا نروح هلا. روح دور على بيت تستأجره وأنا رح روح على الفرن. مهند، نحن المفروض ما ننسى موضوع الشغل اللي بدنا نساويه. مو نسيان، انت لا تاكل هم بنوب. والله يا مهند انا